هابي فالنتاين، يبقى أكيد أنت محتاج ورود حمراء. ده مش معناه أنك هتتكلف كتير، ممكن بأبسط الأفكار وأقل الأسعار تحصل على بوكي جميل. ممكن مثلاً تحصل على بوكي كبير بأقل عدد من الورود عن طريق إضافة ورق شجر أخضر كبير للبوكي، وممكن كمان تلف البوكي بورق الكوريشة الأحمر. ومش لازم تستخدم الورود الغالية، تقدر تختار الورد البلدي أو بنت الأنسل أو الأداليا الحمراء. أما الفازات فأمرها سهل، تقدر تستخدم الزجاجات الشفافة الفارغة أو حتى كوباية. ما تنساش تغير المية كل 3 أيام، وتبعد الورود عن التكييف والشمس، وممكن تنعشها بأنك تحط نهاية العود 5 دقايق في مية مغلية وبعدها مية باردة.